بتجيلي كده صور ذهنيه انه ربنا ده ماسك عصايه وقاعد لنا على الواحده. اسمع اي خادم بقى والاغاني حرام والاغاني حرام، هرجع البيت ماسح كل الايام. مفيش نص ساعه اندم ايه العبط اللي انا عملته ده يعني. انا بتهيألي اكبر اساءه اتعرضت ليها في حياتي انه يعني لو حصل في حياتك كذا وكذا وكذا يبقى ربنا مباركك، لو في كذا وكذا يبقى انت في حياتك لعنه. الذنب زاد في حياتي قوي لما يعني وتعقد اكتر لما بقيت اطلب من نفسي حاجات المفروض ابقاها، يعني مثلا المفروض ابقى بحب ربنا قوي، المفروض ابقى ما بحبش الحاجات دي. لكن مشكلتنا ان احنا بنتخيل كل حاجه حوالينا بنتخيلها خاطئه. انه التدين بالمظهر من بره، لبس معين، هيئه معينه، طريقه معينه في الكلام وفي المشي. انا عايز اشوف حضرتك ازاي، يعني انا عايز اشوفك مؤمنه زي ما انا عايز مش زي ربنا عايز. لما يكون انا ما فيش بيني وبين ربنا اي حاجه خالص غير تانيب الضمير، يبقى انا حقيقه ما فيش بيني وبينه حاجه. هل في احساس بالذنب وهمي واحساس حقيقي؟ ازاي نكتشف الفرق ونتغير؟ ده اللي هنعرفه في حلقه النهارده. اقف قدام ربنا واتعلم ادور على الاله المحب، الاله اللي الحياه معاه احسن، الاله اللي كل يعني اهم حاجه عنده في الدنيا ان انا حياتي تبقى افضل. ان الواحد يكتشف انه هو ربنا مش عايز اعمل ولا ما اعملوش، هي علاقه مع شخص وهي مش ديانه ولا عقيده. الله بيحبنا وبيقبلنا كما نحن زي ما احنا. الكلام اللي احنا سمعناه ده هل مثلا ده يساعد ان انا اشوف صوره ربنا بطريقه مظبوطه، او ان انا اصلح من نفسي بطريقه اللي هي مش ظاهريا بس؟ يعني مش بوقت بسيط يا نوال، لانه انت بتتكلمي على ميراث، يعني انا بحسه تركه عندي ثقيله. انا فاهمه مخي ان ربنا عايزني من غير شروط وقابلني من غير شروط، بس الحقيقي اللي انا عايشاه انا لا، انا شايفه انه لا ربنا عايزني بشروط. هو ربنا عايز حاجه واحده يا نوال، هو ربنا عايزني اكون نفسي. أماني، إزاي ابتديتي تكتشفي إن عندك مشكلة في علاقتك بربنا؟ ابتديت أكتشف يعني إن أنا عندي مشكلة مع ربنا، إن أنا جالي ديبريشن، كان عندي اكتئاب، وابتديت أتعالج من الاكتئاب وأحاول أوصل لإيه جذوره. فمن ضمن الحاجات اللي كنت بحفر فيها والدكتور بيساعدني إن أنا أرسم الكبار اللي في حياتي. أنا بالنسبة لي كان عندي مشكلة مع الكبير، إنه أهلي مش فاضيين ومفيش الاهتمام البسيط العادي، هم مش موجودين. فحكايتي ممكن تكون بتبدأ ان انا ملقتش كبير بيرعاني من الناس القريبين، لانه اهلي مش فاضيين وبيخرجوا يشتغلوا، وكنا فاهمين زمان انه الطفل بنوكله ونشربه ويروح المدرسة وخلاص. وانا طفلة ما كنتش عارف برضو ان عندي احتياجات للقبول واني اتشاف. الكبار بتوع الكنيسة كانوا حاطين عليا شروط عشان يقبلوني، فانا فهمت انه ربنا في شرط عشان يقبلني. زي ايه مثلا؟ اكتشفت ان هما كل واحد حسب اللي مصدقه هو شايف انه ربنا عايزني اعمل كده، فيجي انا الصغيره يقول لي ربنا عايزك تعملي كده، بدون ما افكر ربنا عايزني اعمل كده، فاطلع بره اقول طب افرض انا مش عايزه اعمل كده، اروح في مكان تاني الاقي هما مش عايزيني اعمل كده، هما عايزين اعمل حاجه تانيه، فاحاول اعمل الحاجات التانيه، فالاقي نفسي برضو متذبذبه ومتصارعه. في حته مهمه قوي بقى في كل الصراع اللي انا كنت فيه ده، انه انا ما اتعلمتش من وانا صغيره ان انا اعرف انا اصلا عايزه ايه، لانه علموني وانا صغيره انه ربنا مش عايزك، يعني دي كنت اسمعها كتير وانا طفله، ربنا عايزك تعيشي لربنا، ما تعيشيش لنفسك، ما تكونيش لنفسك. ف يعني اضافه لان التربيه علمتني انه ما تبقيش انانيه، انه ما حدش بيهتم بيا واحتياجاتي، فقلت خلاص نفسي دي لغيتها، فما بقاش عندي مشاعر، ما بقاش عندي، مش عارفه انا نفسي اصلا مين انا. والاقي كبار تانيين وبيقولوا احنا بنحب ربنا مش بيعملوا الحاجات دي، فاتلخبطت. وبعدين حد يجي يقول لي انا مؤمن، والاقيه عمال يكذب وعمال، فاقول ايه كلمه اي انا مؤمن دي؟ طب انا عايزه ابقى مؤمنه كده، اعمل واقول انا مؤمنه. المطالب اللي كانوا بيطلبوها منك اللي لخبطتك دي، كنت بتصدقي في الوقت ده انه ده ربنا طالبها منك مش كده؟ هي دي كارثة لغاية دلوقتي. إيه كمان؟ بصي، يمكن أكتر حاجة يعني الإدانة واللوم. يعني أنا فاكرة في كبير في الكلية كان بالنسبة لي كبير قوي، جي قال لي بصراحة، جي قال لي أنت بتذاكري ليه صيدلة؟ يعني تعالي اخدمي، يعني تعالي تكلمي الناس على المسيح. فكل ما أقعد أذاكر يجي لي شعور بالذنب رهيب، وأنا بحب المذاكرة، فشعرت عندي ربنا بيزعل مني لما أذاكر. كنت بتقولي انه الكبار ما بيغلطوش،
لكن كنت بتشوفيهم بعينيكي بيغلطوا، ده كان بيعمل ايه جواكي؟ ده دبحني واساء ليا ككيان، سبب لي ان انا ما بحترمهمش وانا مش عارفه، وبالتالي بينعكس ان انا مش بحترم نفسي. وقيس فجاه قلت انا مش عايزه كل اللي انا متعلمه عن ربنا ده، انا مش عايزه العقيده اللي انا بعتقد فيها، انا عايزه ابقى ديانه تانية. ان انا نفسيا تعبت وجسديا تعبت وجالي اكتئاب، وابتديت ادور على الاسباب، طلع انه من ضمن اسبابها وسبب كان قوي جدا ان انا صوره ربنا عندي مشوهه. ازاي بتصلحيها دلوقتي؟ بطلب منه طلبات واضحه، وزي كانه بقول له العلاقه مع من وانا صغيره مفهمني ان انا علاقتي معاك معتمده عليا انا، انا مش قادره بقى خليها تعتمد عليك انت. فهو بيذهلني. اماني عايزه اشكرك على الكليب اللي احنا لسه سامعينه، وطبعا هو في نقط كتير قوي مميزه انت قلتيها، يعني حابه ان احنا نتناقش فيها يعني كلنا. بس في مفتاح كده انت قلتيه في الاول، بتقولي انه في شروط ان ربنا يقبلني، وانا شعره انه طبعا كثقافه وكمجتمع وكذا حاجه، ده الواقع، ده اللي حاصل عندنا، يعني سواء احنا عارفين ان ده صح او ده غلط، لكن هو كده، هو ربنا فعلا حاطط لنا شروط. ده اللي انت شعره؟ هو ده اللي كان حاصل طول عمري، لغايه ما اكتشفت انه ربنا اللي انا عارفاه لغايه دلوقتي هو مشوه جدا، وانا رسمت له صوره وصورته عليها سبوت سودا، عليها علامات كتير وحشه قوي. فانا طلبت منه انه يغير الصوره دي، ومن اول الحاجات اللي اكدها لي وابتديت اقراها في الكتاب المقدس انه صورته مش هي اللي عندي. فهي اهم حاجه اللي انا اكتشفتها انه هو ربنا مش طالب شروط. فدي بالنسبه لي كانت صعبه قوي تتغير، لاني حتى لو اقتنعت بيها عقليا فانا مش مصدقاها من جوايا. بس انا اشتغلت عليها كتير قوي وما زلت بقع فيها كتير، انه البيزك يعني اللي هي الطوبه الاساسيه في علاقتي مع ربنا دلوقتي، ان انا عايزاه كل يوم وكل دقيقه، انه بطلب منه ياكد لي ان هو عايزني من غير شروط. لو هو عايزني من غير شروط ايا كانت سهله او صعبه او حلوه او وحشه او هعملها او مش هعملها، انا مش عايزاه. يعني انا حاسه كلمه من غير شروط دي برضو احنا يعني حاسين انه عايزين نفهمها اكتر. فانا متاكده انه اغلبكم يعني شعر باللي هي شعراه، فحابه اسمعكم يعني ايه اللي حاسينه زي اماني. انا مش حاسه، يعني انا فاهمه مخي ان ربنا عايزني من غير شروط وقابلني من غير شروط، بس الحقيقي اللي انا عايشاه انا لا، انا شايفه انه لا، ربنا عايزني بشروط. وده بيحصل لما بستقبل كلام من على المنبر او من اي حته تانية، بيتقال ربنا مش عايزك بشروط، تعالى ربنا زي ما انت كده. بس اللي بيحصل بقى لما نيجي نتعامل وتلاقي نفس الشخص ده بيجي بقى يتعامل معاك، تلاقي لا، لازم تبقى الستايل بتاعنا بالطريقه بتاعتنا، لو بتعبد ربنا بطريقه مختلفه في علامه كده عليك، لو بتقول حاجات مختلفة أو لو بتمارس يعني ظاهريا مطلوب مننا شوية حاجات، لو بتمارس العبادة بطريقة معينة مختلفة شوية ففي علامة عليك. فأنا بحس هو ربنا رسم لي معالم معينة عشان أمشي عليها أو سكة معينة عشان أمشي عليها. اللي كمان زيادة يعني هسمعك يا سماح، بس كنت بتقولي إنه يعني مش بس إنه في حاجات معينة على الأقل لو عرفناها وعملناها هنرتاح، لكن كل ما كان مختلف او مثلا ناس بتفكير شويه مختلف عن اللي غيرهم كانوا بيحطوا لك شروط مختلفه. طب ممكن اقول حاجه؟ هو بس في حاجه في العلاقه مع ربنا ان انا اكتشفت هو الموضوع مش اعمل ولا ما اعملش. هو انا بعد سنين كتير قوي من عمري، يعني الواحد حاسس بالخساره على السنين اللي عاشها، ان الواحد اكتشف انه هو ربنا مش عايز اعمل ولا ما اعملوش. هي علاقه مع شخص وهي مش ديانه ولا عقيده، وان في ناس مختلفين عني تماما ممكن يكونوا ما يعرفوش اصلا العقيده اللي انا معتقده فيها وليهم علاقه شخصيه مع الله بطرق عديده جدا. فهي الفكره انها في الاخر انا اكتشفت انها علاقه مع شخص حقيقي، وده هو ده اللي المفروض اكتشفتيه. بس احنا بنمشي يعني في سكه على بال ما نوصل للنهايه دي ونشوف كمان نعملها ازاي. فهي مش سهله يعني زي ما انت قلتي، حتى لو في بعض المعلومات اللي احنا بنسمعها
يعني بنرجع تاني في الحته دي. انا كمان ساعات بحس انه نوع من انواع الامان بالنسبه لي ان احط ربنا ده في قالب معين واقول هو ده، فلما الاقي حد مختلف عني اقول لا يبقى هو. انا كمان بسيء للشخص روحيا، يعني مش بس انا بيساء ليا، انا كمان بسيء للناس تانية. فلو انا ربنا شفت حد تاني بيعبده باطار تاني او شكل تاني فاقلق واقول لا يبقى لازم يبقى في واحد صح وواحد غلط. واحد صح وواحد غلط، وكانه انا عايزه اعمل كنترول على ربنا انه هو كده، دي الطريقه الصح، دي احسن حاجه بغض النظر عن العلاقه الحقيقيه. سامح، كنت عايزه تتكلمي. كنت عايزه اقول انه مش بس موضوع شروط او كده، لكن اوقات بيبقى في تفاسير معينه بتتزرع كده جوانا. يعني انا بتهيالي اكبر اساءه تعرضت ليها في حياتي انه مفهوم البركه واللعنه، انه يعني لو حصل في حياتك كذا وكذا وكذا يبقى ربنا مباركك، لو في كذا وكذا يبقى انت في حياتك لعنه. وتحسي ده يعني بيردم على كل حياتك وبيصنفك كل الوقت ابيض واسود وهلا. يعني حاسه ان احنا سامح شاربين ده. يعني هو كده زي ما يكون في السيستم شغال لوحده. انا بقيم نفسي كده طول الوقت، مدركه بعقلي انه مش كده. لكن يعني مثلا لما بيحصل اي موقف حتى دلوقتي بعد ما انا بقيت رافضه الفكر دوت الاقي نفسي برجع ليه، لانه ده اللي انا يعني اتشربت بيه. فاقول ايه ده، وانا في حياتي في خطيه عشان كده مش عارفه جالي العيا الفلاني مثلا، وارجع اقول ايه ده ايه علاقته بده. بس لانه الحاجات اللي اتزرعت كانت ليها جذور، انا كل الوقت بقومها، بس هي بيفضل برضو يعني مش بتنتهي يا نوال، بتفضل برضو بتحتاج قوميها كل الوقت. حاجات اتزرعت فينا واحنا صغيرين قوي. انا فاكر ان طبعا صورة الله المشوهة تماما. يعني ايه صورة الله المشوهة؟ عشان مش كل الناس فاهمة الكلمة دي. يعني إله عجيب جدا، متحكم ما نعرفلوش، unpredictable، كل يوم بحالة شكل، ممكن يقلب عليا، بيتغير، لازم تبقى كويس عشان ردود يعني افعالي انا يعني هو يعني انا ممكن انرفزه بتغير بناء عليه. ممكن انرفزه يعني ممكن كده يوم اتنرفز عليه ويقلب. ممكن اساعد بشوي في مدرسه، احد كانوا بيقولوا ان يسوع هيزعل منك لو بتعمل كده. انا باكد لعيالي كل يوم، حبيبتي يسوع مش هيزعل منك لما بتعملي كده، هو بيحبك وانت بتعملي الغلط. فما كانش، ما انا ما سمعتهاش من ولا واحد كبير انه يسوع مش هيزعل مني، هو الكبير ده هيزعل اللي بيديني في مدارس الاحد. وكمان مفاهيم القداسه ومفاهيم التواضع، يعني مثلا كانوا يعلمونا التواضع حاجات غريبه جدا. يعني كنا عصير، واحد قديس كان بيعمل عبيط، واحد قديس بيعمل اهبل، وهو ده التواضع. يعني هل التواضع ان انا يعني ما شفتش في نفسي حاجه عدله؟ حاجات عجيبه كنا بنسمعها واثرت فينا، ولان احنا كنا صغيرين لغايه دلوقتي مزروعه في اللحم تحت الجلد، خصوصا عند التربية كمان. يعني حكاية يسوع يزعل منك دي بيستخدموها الأباء والأمهات في كل حاجة. كل الكوسة يسوع هيسمع هيزعل منك لو عملت الكوسة. فبالتالي يعني تصوراتنا عن الله بتبقى مشوهة للغاية. نفتكر إن هو متربص بينا وشايف إنه أي حاجة كده إعوجاج عن سكة محددة هو حاططها هو بيغضب علينا، زي ما سماح قالت مش هو ده إلهنا. أظن مشكلتنا بنخلط بين ذنب وهمي، في حاجات كتير بنحس إنه دي ذنب لا يقبله الله، وفي حاجات تانية هي ذنب حقيقي، فبنخلط بين الاتنين. كمان الكلام ده بيشجع على المظهر الخارجي، يعني وده اللي حصل يعني في ثقافتنا كلنا، يعني انه التدين بالمظهر من بره، لبس معين، هيئه معينه، طريقه معينه في الكلام وفي المشي وفي يعني هي الفكره ان ربنا عايزنا من غير شروط. ده الاساس. بس احنا بنتكلم، احنا بنحط لنفسنا شروط. او انا عايز اشوف حضرتك ازاي، يعني انا عايز اشوفك مؤمنه زي ما انا عايز مش زي ربنا ما عايز. فاهم حضرتك الفكره؟ يعني انا ببساطه في مره كنت بحكي مع واحد صاحبي، بقول له انا رحت مهرجان السينما، سمعني واحد ويا ريت ما كان سمعني، طبطب على كتفي كده، انت محتاج تروح تقعد قدام رب شويه. انا لسه خريج جديد، يعني ربنا بيفتح ابواب، بروح شركات محترمه جدا بس بتتقفل تاني. يعني شافني برضو، انت لسه كده، شوف انت عملت ايه في حياتك. فيعني حاجات كده غريبه. طب انا وصلت لمرحله مع ربنا، طب انت ليه بتعاملني كده يعني واحده بواحده ولا ايه بالظبط؟ مش عارفه اوصل معاك. يعني في احساس حل. زي ما دكتور ماهر كان بيقول بالذنب الوهمي، بس حضرتك كنت بتقول انه في ذنب وهمي وذنب حقيقي. دكتور اشرف، ايه الفرق ما بين الذنب الوهمي والذنب الحقيقي؟ مش هرد، عايز اقول حاجه تانية بس الاول ينفع؟ طبعا. يعني عايز برضو اخد يعني ايه ارتاح برضو وانا بقول عن نفسي. يعني
أنا زمان لما كان الذنب أبسط في حياتي كنت بطلب من نفسي حاجات أعملها، يعني مثلا كنت عايز إن أنا أروح الكنيسة أو عايز أصلي، عايز أعمل الحاجات اللي هي الدينية دي لما كنت أبسط، ولما كان الذنب أقل شأنا، يعني لما كنت ساذج أكتر كان الذنب بيجي لي بسبب إن أنا في حاجات مفروض أعملها مش بعملها، وحاجات وحشة مفروض ما أعملهاش بعملها. الذنب زاد في حياتي قوي لما يعني وتعقد اكتر لما بقيت اطلب من نفسي حاجات مفروض ابقاها. تعبت قوي بصراحه بقى، يعني مثلا مفروض ابقى بحب ربنا قوي، مفروض ابقى ما بحبش الحاجات دي من جوايا، مفروض يبقى عندي ايمان، مفروض ابقى مطمن، مفروض اكون مبسوط فرحان، انا ليه مش مبسوط؟ انا مفروض اكون مبسوط. فبقيت اطلب من نفسي حاجه، مفروض اكون بحب، يبقى جوايا حب لناس. فكل ما بطلب من نفسي حاجات مفروض ابقاها ومش عارف ابقاها فبحس بذنب، فبتعب جدا بقى، ودي بقى مش عارف اروح منها فين، يعني عارفه لو على عمايل كان ممكن افكر اعمل، ودي برضو بسبب يعني هو ده اللي بنعرف، هو ده اللي احنا عارفينه. من في سؤال يا نوال انت سالتيه اللي بشوي اللي هو صوره الله المشوهه، يعني انا لغايه النهارده انا بكتشف ان انا بعبد اله مش هو الاله الحقيقي، يعني وكأنه أنا صنعت لنفسي صنم أو شكل معين ده اللي أنا بعبده، ومع الوقت بكتشف أنه إيه ده مفهوش أساساً الشكل ده. طب يعني هو إيه اللي خلاك تكتشفي أصلاً مش هو ده الإله؟ مش يمكن هو؟ لأنه يعني مثلاً كنت بشوف ربنا، يعني بتجيلي كده صور ذهنية أنه ربنا ده ماسك عصاية وقاعد لنا على الوحدة، أنه ربنا دوت كل ما اعمل حاجه يقول لي لا اطلعي لي انا كده، لا اطلعي لي كمان، وانا متبهدله بس لا اطلعي لي. بعد كده لما بسمع حاجات مختلفه، لما في نور بيدخل لي بكتشف انه مش ده ربنا، بس طول الوقت في اللاوعي ده كله طلع بعد وقت انه لا ده انا بعبد ربنا بشكل تاني خالص، وكانه رسمت صوره لشكل ربنا ده في ذهني بطريق ناس شفتهم في حياتي، علاقات مريت بيها، انه ده شكل ربنا. انا عايزه ارجع تاني لموضوع يعني حته الذنب اللي حضرتك اتكلمت عنها، بس في الاول لو اتكلمنا عن الصور ما دام فتحوا موضوع الصور المشوهه. طيب بيقولوا انها صور مشوهه ومش هو ده الاله، او انا ربنا افتكرت ان هو عايز مني كده وكده، طيب امال ايه؟ يعني دي جايه من التعليم، يعني مش بس ان انا من نفسي كده تخيلت، جايه احيانا من التربيه والاهل، لكن حاليا بنروح الكنيسه ونتعلم ان ربنا عايز كده. هو أو زي مين اللي قال ان مش عايز كده؟ يعني امال ايه؟ اجيب الحق بقى يعني مين؟ ما هو اوقات بيتقال نوع من التهريج انه مفروض المؤمن ما يزعلش ما يحزنش، مفروض لا يتأوه، مفروض ما يغضبش، مفروض ما يبقاش عايز يطور من نفسه، مفروض زي ما أشرف كان بيقول مفروض إن أنا أحب، ولو أنا عندي مشاعر سلبية يبقى أنا لازم أكون شاعر بالذنب، في حين إن أنا ما أقدرش أغير مشاعري السلبية، أقدر أغير سلوكي وأقدر أغير تصرفاتي، فأنا بشعر بذنب على أمور لا ذنب ليا فيها وبسمعها كل يوم من على المنبر. مين اللي يقول ده لا ذنب ليا فيها ام لا؟ مين اللي يقول؟ ممكن يا نوال يعني اجاوبك شويه، انا حاسه احنا يعني ماشيين ناحيه ايه؟ احنا اصلا واحنا عايشين كلنا والناس اللي وقفوا على المنابر وكلمونا كانت المشكله ان هم عايزين يدونا الصوره اللي هو بيقول لك، حتى انت قلت عن كلمه الله، كلمه الله بتقول كده، هو كده، هو عايز يريحنا، عايز يقول اعمل ولا تعمل وخلاص اعمل، بس هو الله اصلا احنا، هو الكتاب قال ان احنا اصلا كلنا مع بعض، حتى اللي عندهم اسورتي حتى اللي بيقفوا على المنابر كلنا بنعيش في لغز. يعني انا كان مضايقني جدا وانا صغيره ان ما حدش من الكبار لما بساله سؤال بيقول لي لا مش عارف، او لا يمكن ربنا مش عايز كده، او انا بقول عن ربنا كده بس انا مش متاكد، او لانه انا لغايه دلوقتي بقول لولادي كده، يعني انا بنتي جت قالت لي يا بابا ماما ربنا ما بيتكلمش الماني، فبصيت لها كده ربنا ما بيتكلمش الماني بقى، هجاوبها اقول لها ربنا بيتكلم الماني مش هتقتنع، بس في يوم حضرت مدرسه احد باللغه دي وشافت انه بيقروا كده فقالت لا ربنا بيفهم الماني، هي لوحدها عرفت. انا مقتنعه، بس انا لو بسمعكم وعايزه يعني لو عندي فكره معينه او طريقه معينه انا بتقرب بيها لربنا او بعمل حاجات معينه وحاسه انه مفروض اعمل ولا تعمل وان ربنا ليه صوره معينه، وكلام بيقول انه لا هو مش كده،
اول سؤال عندي ليه هو مش كده؟ مين قال مش يمكن هو كده؟ تاني سؤال، تاني سؤال امال ايه؟ فنفسي يعني تجاوبوني على السؤالين دول. لان العلاقه فيها شروط وخوف، يعني ما دام دخل فيها ان انا خايفه منه، ان دخل فيها انه انا مش مرتاحه، انا مش بتغير، بالعكس انا بحس بالذنب اكتر وبمشي في الدايره، او بعمل حاجات من بره لكن انا من جوه بايظ، وبمشي في الدايره بقى اكتر وبتعب اكتر وبتبهدل اكتر، يبقى في حاجه غلط، يعني انا مش مرتاحه. انا بيساعدنا برضو ان احنا، عشان لو انت زي ما تكون بتقولي انا ازاي اعرف ان انا فاهم غلط، او ازاي اعرف ان الذنب ده غلط، هو من الحاجات اللي بتساعد ان انا اتخيل علاقه. يعني مثلا بشوي بيقول ان انا من قرايه الكتاب المقدس، طب ما انا برضو ممكن اقرا كتاب مقدس واشوه نفسي بيه على قد ما اقدر. انا شايف ان انا برضو لازم افكر في العلاقه، اتخيل العلاقه، اتخيل، احاول اجسدها او اتخيل، اديها وصف. يعني مثلا لو انا رايي ان طول الوقت ان ربنا عايزني ابقى حاجات معينه واعمل حاجات معينه، وانا مش بعملها وعامل زي التلميذ البليد كده متضايق من نفسي، وربنا مبسوط ان انا متضايق من نفسي عشان لعل وعسى ان انا اتحسن شويه واتلم، لازم اتخيل العلاقه دي. هل العلاقه دي طبيعيه؟ ابص لها كعلاقه، انسى ان ده ربنا وانا، كأنها علاقه ما بين اتنين، كأنها علاقه ما بين اتنين. هل ده طبيعي انه في شخص كل اللي عايزه اشرف بص لي كده جوايا كده، كأنه بيبص جوه القميص، حب مش قوي، اداء مش قوي، بيقعد كده وانا اقعد قرفان من نفسي وهو يحس ان ده شكل العلاقه الحلوه؟ يعني انا قرفان من نفسي وهو متضايق مني شويه، بس يعني هو بيحاول، طب ده مش شكل علاقه. هل هو بيعرف يستمتع بيا؟ طب هو بيستمتع بيا ازاي في ضوء العيوب؟ ولا هو مش، ولا هو العيوب بالنسبه له مش اهم حاجه؟ هو بيحبني ازاي؟ انا بالنسبه له ايه؟ فلما بنقارنها على علاقه عاديه، اعتقد ده بيخليني نكتشف حاجه. لما يكون انا ما فيش بيني وبين ربنا اي حاجه خالص غير تانيب الضمير، يبقى انا حقيقه ما فيش بيني وبينه حاجه. وهل هو بقى اللي عايزه العكس، انا اللي جوايا ناحيته تانيب ضمير وهو اللي جواه ناحيتي تقييم؟ هل العلاقه كلها تقييم ولا في حاجات تانيه؟ يبقى لو انا بقرا بقى الايه او بتعامل مع المعلومه الروحيه، عايز افكر انه العلاقه ليها ابعاد كتير قوي. فين في اللي انا بقراه ده الابعاد الاخرى، عشان ما افهمش حتى اللي بقراه غلط. طب بالنسبه بمناسبه تانيب الضمير، ايه دور بقى في العلاقه بربنا، ايه دور تانيب الضمير في الموضوع؟ يعني بلا شك موضوع الضمير ده، والله بيستخدم ضميري علشان يؤنب على سلوك خاطئ، ما نقدرش ننكرها ان الله عارف انه في فيروس في حياتنا هو الخطيه، هو عارف ان الفيروس ده هيعطل الهدف الاسمى اللي الله يريده مننا، ان نتغير الى تلك الصوره عينها عشان نكون مشابهين صوره ابنه، ده الهدف الاسمى. والله عارف كويس قوي ان في خطايا بتدخل في حياتنا كفيروس وبتدمر هذا الهدف الأسمى، ما نقدرش ننكرها. لكن مشكلتنا ان احنا بنتخيل كل حاجة حوالينا بنتخيلها خطية، وده اللي عامل لنا المشكلة. بيدخل في داخلنا شعور بالذنب، شعور بالذنب بيبعدنا عن الله، دايما الشعور بالذنب بيعمل كده. لما اشعر بذنب تجاه انسان خصوصا في حاجه انا مش قادر اغيرها، هو شعور بالذنب غير تانيب الضمير اللي حضرتك قلت لي عليه؟ لا، الاثنين الى حد كبير هو الله بيستخدم الضميري، والله وروح الله بيحرك ضميري عشان يبكتني على سلوك خاطئ، علشان اعرف ان السلوك الخاطئ ده ليس لصالح العلاقه بيني وبين الله. لكن الله عمره ما يشعرني بالذنب على امر انا غير قادر أن أتعامل معه، لا يمكن. الله بيقول لي في موديل معين للسلوك، الموديل ده شفناه مثلا في المسيح، في حياة المسيح على الأرض شفنا موديل لمن هو الله، ما في المسيح شفنا من هو الله وشفنا من هو الإنسان كما ينبغي أن يكون. فشفنا الله اللي بيغضب غضب بصورة ضخمة، إنه في الهيكل وغضب وعمل صوت من حبال وقعد يقلب أقفاص باعة الحمام والصيارفة، وشفناه وهو خايف ومكتئب وكان بيدهش ويكتئب في بستان جثماني. فإذا وكأن الله بيقول لا طبعا الحاجات دي اللي انتوا فاكرين انها خطية، لا دي طبعا دي سمة طبيعية لأنكم بشر ستشعرون هكذا، هتفوتوا في كده. والله كمان ظهر في المسيح، أظهر لينا الإنسان كما ينبغي أن يكون. فلما بشوف المسيح
واشوف ازاي قبوله للمرأة الزانية، المرأة اللي امسكت في ذات الفعل وكل الناس اكدت انه دي امرأة زانية. وبعدين المسيح كتب على الارض وبعدين قال لها اما دانك احد ولا انا ايضا ادينك. فبشوف الله اللي هو مش بيدني، مش عايد لي على الوحدة، هو هدفه الاسمى ان انا اتغير، هو مش عايزني اتعطل عشان اتغير الى تلك الصورة عينها. فبيقول لي انت مقبول وانا بحبك وانت ابني، لكن خد بالك اذهبي ولا تخطي ايضا، خد بالك ان الخطية دي ليست لصالحك. يعني في فرق ما بين الإدانة وفرق ما بين اللي هو الشعور بالذنب اللي هو مثلا صحي. خلينا اقول ممكن اجاوب يعني عليكي في حته انا فهمتها من دكتور ماهر، انه في عندنا حاجه متلخبطه في المجتمع اللي احنا عايشين فيه، واحنا جوانا يعني احنا جوانا هي يعني جوانا يعني السيستم باظ. هو السيستم باظ. انا يمكن لما يعني لما اضطريت اروح اتعالج من الاكتئاب وابتديت ادور على الحته النفسيه فيا ولغيت الحته الروحيه، انا قلت لربنا بصراحه انا مش عايزاك دلوقتي، فلقيت انه في حاجه ما بين احنا نفس وجسد وروح. فاكتشفت الايام زمان لما كنت اقعد واسمع من الكنيسه او من المنبر انه بيجيبوا كل حاجه نفسيه على الرؤية، يعني الله والله يظبطها وكل حاجه نفسيه، فبيلعبوا على حته الشعور بالذنب وعلى حته في حاجات نفسيه محتاجين ننضج فيها. يعني مهما كانت علاقتي مع ربنا انا محتاجه انضج نفسيا، مهما كانت علاقتي مع ربنا، يعني حته النفس والجسد والروح داخلين في بعض. احيانا علشان نروحن الحاجات بنخلي كل حاجه هي روحيه، ولو عملت كده هي روحيا غلط، ولو عملت كده يبقى انت مش قريب من ربنا. انا عايزه ونفسيا أنا نفسي ابسط بايز. يعني نفسي ابسط الموضوع عن كده، يعني اغلبنا اللي قاعدين في الحلقه مختبرين الشعور بالذنب اللي احنا بنقول عليه مش صحي تجاه ربنا والتدين الزائف، مختبرين الحاجات دي اللي احنا عشناها. الكلام اللي احنا سمعناه ده هل مثلا ده يساعد ان انا اشوف صوره ربنا بطريقه مظبوطه، او ان انا اصلح من نفسي بطريقه اللي هي مش ظاهريا بس، او اتغير باي طريقه كويسه؟ هل حاسين الكلام ده مش يعني مش في وقت بسيط يا نوال، لانه انت بتتكلمي على ميراث، يعني انا بحسه تركه عندي تقيله ان انا اغير فكرتي دي. دي اول مرحله، وبعد كده في التعامل اخد مرحله تاني. ده مش عارفه انا مش حاسه بحاجه ملموسه، يعني انا عارفه انه مش كل الحاجات تقدر يعني تبقى ملموسه.